إن شاء الله ربنا يرفع البلاء عن الشعب السوري وعن دولة سوريا الشقيقة، إن شاء الله هو يعود الأمن والأمان وتعود سوريا كما كانت، يعني لسه تتحفنا بالجميل من الأعمال وبالأعمال الفنية الكبيرة جدا، وببلد جميلة إحنا بنحبها، دولة شقيقة. يمكن عدد كبير جدا من الشعب السوري موجود في السودان وهم بمثابة أشقاء بالنسبة لنا. ربنا يرفع البلاء ويعيد البلاد آمنة مطمئنة. فقرتنا الثانية فقرة رياضية عن دور المجموعات وتأهل الهلال والمريخ. أنا بحاول إن أنا أتفلسف وأعمل إن أنا فاهمة في الموضوع ده، لكن أحسن إن أنا أسلم الموضوع ده لمحمد. نعم لك التحية. أول المجموعات الخاصة بشنو هي؟ أول انطلاقة حاجة الهلال والمريخ في مرحلة المجموعات، مجموعات أبطال إفريقيا. لك التحية وأنا بحييك والله على الإجابة الجميلة. سعيدين جدا يكون معنا اليوم الناقد والصحفي الرياضي الأستاذ أواب محمد. أواب مرحبا بك وسعيدين بإطلالتك معنا في حضرة المساء. مرحبا بك زميل محمد، مرحبا بك الزميلة ملاذ، وعبركم طبعا نرسل أحر التعازي لأسر الضحايا زلزال تركيا وسوريا وعاجل الشفاء لجموع المصابين. لك التحية واب. بداية عطفا على مستوى الفريقين الهلال والمريخ في الأدوار التمهيدية، كيف بتتوقع يعني هل يمكن أن يمضي الهلال والمريخ بقوة في دور المجموعات خاصة بعد وجود فرق على مستوى عالي من الكفاءة في هذه المجموعات؟ نعم، هو قياسا بالمجموعتين ممكن أنا بشوف أنه حظوظ المريخ يمكن تكون، إذا قلنا على الورق قراءة على الورق، ممكن تكون أفضل من الهلال، على اعتبار أن المريخ في مجموعة الأهلي المصري، في مجموعة عفوا المريخ في مجموعة الترجي التونسي، فريق قوي نعم، متصدر الدوري التونسي، بطل سابق لدور أبطال أفريقيا، ولكن هو واقع مع شباب لوزداد الجزائري، الزمالك المصري. الفريقين ربما في هذه الآونة يعانوا من مشاكل إدارية كبيرة جدا على مستوى الفريق، أيضا مشاكل فنية. الزمالك كان بطل الموسم الماضي لكن تعثر الآن خطواته في الدوري المصري. نعم صحيح، كبيرة جدا. نعم صحيح. يمكن في آخر 8 مباريات هو فايز 5 مواجهات، مشاكل إدارية. مرتضى منصور طبعا معروف ومثير للجدل في مصر، عامل مشاكل كبيرة على مستوى الاتحاد المصري لكرة القدم، على مستوى اللاعبين الداخليين أيضا. يعني هو حتى وصل لدرجة فيريرا. نعم، قال المدرب الفني فيريرا وعاد يمكن للشرط الجزائي الكبير في العقد. نعرف انه الزمالك محاط بديون كبيره جدا، محجوز على امواله، بالتالي هذه المشاكل يمكن اثرت بشكل مباشر على الزمالك المصري. شفنا تعثر على مستوى الدوري المصري. ايضا هناك لاعبين، مرتضى منصور الرئيس اتهمهم بتعاطي المخدرات وبعد ذلك اعتذر لهم. كل هذه المشاكل اضعفت حقيقه الزمالك المصري، ويمكن يكون هو الحلقة الأضعف في مجموعة المريخ حاليا. أيضا شباب لوزداد، نحن معروف المريخ له تاريخ قوي، له تاريخ مع مواجهات مختلف نعم وكبير مع الأندية الجزائرية. في موسم 2015 وقع مع 3 أندية جزائرية واستطاع أن يتغلب عليها ويتأهل. في المقابل الهلال هو صعب، لكن نقدر نقول أنه لن يستطيع، على اعتبار أنه كل الفرق التي تصل إلى هذه المرحلة هي فرق مؤهلة وفرق تستطيع أن تنافس. الهلال في مجموعة الأهلي المصري، بطل الأفريقي سابق، أيضا القطن الكاميروني، فريق متصدر الدوري الكاميروني. هناك أيضا صن داونز جنوب أفريقي، متصدر الدوري الجنوب أفريقي، بطل سابق لدور أبطال أفريقيا. الأهلي المصري رأيناها في بطولة كأس العالم للأندية، وصل لنصف النهائي. كل هذه العوامل تجعل من مهمة الهلال صعبة نوعا ما، ولكن أعتقد أن الهلال يمكن أن ينافس إذا آمن بحظوظه فعليا. طبعا بعيدا عن الحظوظ، انت نظرتك شنو للمباراتين اللي هم حيكونوا بكره؟ طبعا المريخ حيكون في مواجهه الترجي التونسي في ملعب رادس، فريق صعب جدا الترجي التونسي، ولكن يمكن تلقى ضربه كبيره جدا الترجي التونسي بخساره نصف الجمهور بقرار من كاف، على اعتبار انه استاد الملعب الاولمبي برادس غير مناسب لاستضافه 60,000 متفرج، فقط 30,000 متفرج. ولكن يبقى الترجي طبعا فريق كبير جدا. حظوظ المريخ، عطفا على استعداد المريخ، انا شايف انه المريخ كان اعداده مهزوز نوعا ما في جمهوريه مصر، لعب مباريات تنافسيه حوالي 5 مباريات تنافسيه، لم يحقق فوز في اي مباراه، استقبل عدد هدف كبير جدا في المباريات لم يسجل هدف، وهذه المشكله التي تواجه المريخ. يمكن المريخ لم يستطع ان يسجل هدف في كل المباريات التحضيريه في جمهوريه مصر. الهلال في صن داونز جنوب افريقي، ايضا مباراه صعبه، يمكن التاريخ يعيد نفسه في الموسم السابق، ايضا الهلال بدا من جنوب افريقيا، قدم مباراه كبيره جدا في جنوب افريقيا، ونتمنى ايضا ان يقدم ذات الاداء، ولكن
يجب أن يضع في باله طبعا بقيادة مدرب فلوران مدرب كبير جدا أنه الفريق صن داونز الجنوب أفريقي يطمح للفوز باللقب، وبالتالي مباراة لن تكون سهلة بأي حد من الأحوال. نعم، أشرت إلى مونديال الأندية ومشاركة الأهلي المصري فيه وأدى أداء جيد لولا خروجه من الريال في المباراة الماضية. يعني فريق بهذا الشكل بهذا التمرس في الآونة الأخيرة ولعب عدد مباريات تنافسية بمستوى عالي، مواجهته مع الهلال هل يمكن أن تؤثر على مستوى يعني هذا المستوى التنافسي العالي من الأهلي المصري؟ هل يمكن أن يؤخر الهلال في تقدمه نحو المجموعات؟ نعم، على الورق ظاهريا المباراة صعبة مع الأهلي المصري خصوصا في الجولة الثانية. يمكن قبل قليل الأهلي المصري أصدر بيان أكد فيه غياب لاعب مهم جدا هو عمر السولية عن المباراة 3 أسابيع، بالتالي غيابه عن مباراة الهلال. ولكن مشاركة الأهلي المصري في مونديال الأندية يمكن أيضا تؤثر على الأهلي نفسه، على اعتبار أنه هو مرهق بدنيا طوال الموسم، هو بيلعب في بيشارك في كأس مصر، بيشارك في الدوري المصري، بيشارك في دوري أبطال أفريقيا، بيشارك في كأس العالم للأندية، وبالتالي ممكن تنعكس سلبا على الأهلي المصري وتكون فرصة كبيرة جدا للهلال، خاصة أن المباراة ستقام هنا في ملعب الهلال، والمعروف أنه الهلال صعب على ملعبه، وبالتالي ترتفع حظوظ الهلال على الأهلي المصري. لكن طبعا الأهلي المصري فريق كبير يضم نجوم على مستوى عالي فنيا، تبقى الحظوظ في اعتقادي متساوية لحد ما، خاصة أن الهلال يعني محروم من جماهيره بقرار من كاف عفوا، ودي يمكن نقطة ضعف كبيرة جدا في مع الهلال. جميل جدا. طب نتحدث عن التسجيلات الأخيرة سجل الهلال والمريخ في فترات التعاقدات الأخيرة. نعم، بالنسبة للهلال طبعا في اعتقادي أنه هو سجل تسجيلات ممتازة جدا، كان مركز جاء تماما على الجانب الأفريقي على اللاعبين الأفارقة، شفنا سجل لاعبين من غانا، من كنغو، من أنغولا، عفوا من السنغال، خاصة لاعب ممتاز جدا هو عثمان ديوف مدافع، شارك في النهائي شارك مع السنغال في بطولة أمم أفريقيا الشان، نعم، واستطاع أن يتوج بالبطولة، حاز على تصنيف عالي جدا على مستوى عالي جدا 7 من 10 في جميع مستوياته، وبالتالي دي إضافة كبيرة جدا للهلال. الملاحظ أيضا في تسجيلات الهلال أنه كانت من المدرب فلوران، هو مدرب مقتدر جدا، شفنا أنه هو قدم مستوى ممتاز مع فيتا كلوب، مع نهضة بركان الجزائري المغربي، حقق البطولة الكونفدرالية، وبالتالي هو يطمح إلى إنجاز جديد مع نادي الهلال، خاصة أنه هو يرفع من راية المدرب الأفريقي، دائما بنشوفه يتحدث عن المدرب الأفريقي، وبالتالي هو طموح شخصي وأيضا طموح بأن يرفع راية المدرب الأفريقي على مستوى القارة، حتى تحدث عنه أنه هو في تواصل مع بيتسو متسوماني المدرب اللي حقق مشوار كبير جدا على مستوى الأندية الأفريقية مع صن داونز، مع الأهلي المصري، الآن مع الأهلي جدة السعودية. نعم، بالتالي هناك طموح كبير جدا لفلوران، قدم هذه اللعيبة لصناعة مجد الهلال وصناعة مجد يرتد إليه هو أيضا. أما بالنسبة للمريخ أنا أعتقد أنه في نوع من خليني أقول لك التحفظ على التعاقدات المريخ، والمريخ لجأ إلى قارة أمريكا الجنوبية بالتعاقد مع لاعبين برازيليين متوسط الأعمار كبير جدا 30 عام 34 عام، سجل مهاجم حتى في سخرية من البنية الجسمانية حتى لبعض اللاعبين بينها تجاوزت العمر يعني المعروف يعني صحيح يعني 34 سنة أنت بتسجل مهاجم 34 سنة في دوري قوي جدا، دوري يحتاج إلى لياقة بدنية عالية، نحن يعني شفنا حتى على مستوى العالم الآن اللاعبين الشباب هم المطلوبين، يعني حتى لما نتكلم عن كريستيانو رونالدو لاعب يبلغ من العمر 34 عام، لكن الأندية الأوروبية الكبيرة لم تفكر في التعاقد معه لأنه خلاص هو وصل سن معينة، رغم يعني القيمة الفنية كبيرة جدا لكريستيانو رونالدو، ولكن كان للعمر أحكامه، وبالتالي لجوء المريخ للبرازيل قارة أفريقيا الجنوبية لاعبين بعيدين جدا من الأجواء حتى الخاصة بال نعم من الأجواء الأفريقية، حتى على مستوى التجارب السابقة شفنا المريخ يعني تعاقد مع لاعبين برازيليين ليما باولينو، ولكن هم حققوا نجاح نسبي، ولكن احتاجوا لفترة طويلة للتأقلم مع الأجواء السودانية، وبالتالي لما نجي نتكلم عن اللاعبين البرازيليين 4 لاعبين برازيليين يشاركوا مع المريخ في دوري مستمر دوري أبطال أفريقيا، الآن أنت مطالب بنتائج، يعني نقطة ممكن أن تؤثر على مشوارك الأفريقي، دي مشكلة كبيرة جدا. كان ينبغي على المريخ في اعتقادي أنه يلجأ إلى الدوريات الأوروبية الأفريقية عفوا، ويستثمر في اللاعبين الأفارقة الصغار يحققوا أداء بدني وأداء فني عالي، وأيضا يمكن يستثمر
ماديا اذا جاء اي عرض خارج القاره الافريقيه. نعم هو يعني ليس بعيدا عن المريخ وحتى الهلال في المباريات القادمه معروف الجمهور هو رقم واحد بالنسبه حتى للهلال والمريخ. نعم تاثير فعال جدا للجماهير السودانيه غياب المريخ للموسم الثاني عن ملعبه. هل استفاد المريخ من غيابه الموسم الماضي ولا ستظل المعاناه حاضره في ذات الموسم؟ نعم هو طبعا دي مشكله كبيره جدا. يعني المريخ حيفقد اكبر عنصر بتاع نقاط قوه هو الدعم الجمهوري لخروجه من ملعبه بأم درمان بسبب طبعا الملعب المريخ. يعني للاسف الصراعات الاداريه كانت شكلت يعني حاجز في قيام الاستاد وتاهيل الاستاد من جديد وبالتالي المريخ يلعب خارج ارضه وللاسف خارج السودان ايضا. يمكن انا عندي ملاحظتين في القصه دي. المريخ في الموسم السابق لعب في مصر للاسف لم يحقق النتائج المرجوه. الان في ليبيا صعب جدا انك تحقق نتائج وكانك تلعب خارج ارضك مرتين يعني بدل مره واحده. المريخ كان بامكانه ان يلعب مع في استاد الهلال هنا لكن انا افتكر انه التعامل ايضا كان في تحفظ من اداره نادي الهلال. كان عليه استفهامات كبيره جدا انه نادي الهلال رفض استقبال نادي المريخ في القلعه الزرقاء يعني او الجوهر الزرقاء. يمكن لاعتبارات يراها مجلس إدارة النادي علاقة بالجمهور مثلا أم صراعات أو إدارية بين الناديين. أنا أعتقد هو محاولة من نادي الهلال لإرضاء الجمهور. يعني أعرف أن الجمهور متعصب فهي محاولة لترضية للجمهور ولكن في اعتقادي أنه مجلس الإدارة كان يجب أن يكون هو مثل وأن يترفع عن مثل التعصبات اللي موجودة في المجتمع الجماهيري يكون قدوة للجمهور ويوافق على استضافة الملعب الهلال خاصة أنه المريخ قدم ضمانات حال حدوث أي شغب جماهيري يؤدي إلى ضرر في الاستاد. هناك مبلغ بالدولار ممكن أن يدفع للهلال أيضا بعد ما صدر قرار من كاف بمنع جمهور الهلال عموما أو ملعب الجوهر الزرقاء من الجمهور كان ممكن المريخ يلعب أيضا بدون دخول الجمهور ولكن يمكن لاعتبارات أخرى ما نحن ما مطلعين بها ولكن في العامة في الظاهر إن هي كانت محاولات لترضية جماهيرية. جميل جدا. طب ما الجديد الموسم ده موسم أبطال دوري المجموعات الجديد فيه شنو خصوصا إنه الكاف قرر اعتماد تقنية الفار كويس يا محمد كده؟ لا ما شاء الله والله يعني طبعا للأسف يمكن كان قبل بداية الموسم الكاف أعلن عن بطولة السوبر الأفريقي اللي هي كانت فيها جوائز مالية كبيرة جدا تصل إلى 100 مليون دولار. الفائز فيها بيوصل إلى 11 مليون دولار ونص. المشاركة فقط بتعطي حق 2 مليون دولار. أعتقد أنه الأندية السودانية كانت بحاجة لهذه المبالغ يعني كان ممكن أن يكون هناك جديد إذا استمر النظام القديم أو النظام المقترح القديم إنه هناك أندية بعد دور المجموعات الأندية التي تتأهل الحائز على النقاط أعلى هي ستشارك في دور السوبر الأفريقي ولكن الكاف مع الشركة الإيطالية المنظمة حسم الأمر واختار 8 أندية حددة ليس للأسف ليس بينها المريخ والهلال وبالتالي لا أعتقد أن هناك جديد في بطولة الأندية الأفريقية. بالنسبة لي الفار يمكن هو يحدد او يلعب دور كبير جدا. طبعا احنا معروف انه في افريقيا عندنا مشكله كبيره جدا في التحكيم فيمكن ايضا يساعد في 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 القرارات التحكيميه ويساهم في انه يرضي اي فريق حقه وبالتالي يمكن ان نشوف نوعا ما من العداله في المباريات. هو يعني عطفا على المستويات اللي بيقدمها الهلال المريخ في الآونة الأخيرة حتى في موسم في الدوري الممتاز ولا حتى في المشاركات الخارجية في الموسم الماضي، هل يمكن للجمهور الآن أن يتفائل بمستوى الفريقين خاصة بعد الانتدابات الجديدة لكل من الهلال المريخ بأنه يمضي بعيدا في دوري أبطال أفريقيا؟ والله خليني أقول لك أنا على المستوى الشخصي ما في تفاؤل كبير. يعني لما شفنا بنشوف ان انت لو رجعت للمواسم السابقه في دوري المجموعات خلينا المجموعات الاخيره شفنا المريخ والهلال لعبوا 12 مباراه حققوا فوز واحد. الهلال حقق فوز واحد والمريخ حقق فوز واحد ويعني والموسم ده الفرق غير. يعني الاهلي المصري نعم الهلال كان لاعب مع الاهلي المصري مع صن داونز جنوب افريقي ولكن المستويات مختلفه جدا. الاهلي متميز جدا صن داونز على مستوى عالي جدا. المريخ مع فرق كبيره جدا زي الزمالك. نعم الزمالك عنده مشاكل لكن يبقى اسم كبير جدا. الترجي التونسي ايضا فريق محترم. في اعتقادي انه تبقى حظوظ الهلال نوعا ما افضل مع انه هو وقع في مجموعه قويه جدا لكن عفوا على الاستقرار الاداري استقرار فني بقياده مدرب كبير جدا فلوراني بينجي. لا تعاقد مع لاعبين افارقه لمده طويله يمكن 4 سنة التعاقدات مده التعاقدات مستوى فني
كبير للاعبين ومعروفين يعني مشاهدين حتى على المستوى الافريقي، على عكس المريخ يمكن تخلص من كل المحترفين السابقين اللي سجلوا في الموسم السابق واتى بمحترفين جديدين، بالتالي محتاج لفتره للانسجام، اللاعبين انسجام مع بعض. تبقى حظوظ المريخ يعني نوعا ما هي اقل من الهلال، ولكن احنا نتمنى ايضا انه يكون منافس على البطاقه من البطاقات التاهل. نعم. يمكن شفنا مشاركه الاهلي المصري في كاس العالم للانديه، نتكلم عن الجانب ده. صحيح. وطبعا النادي الاهلي المصري فريق يعني تعود على مشاركه في مسابقه كبيره كمسابقه كاس العالم للانديه، هو دائما ما يفوز بدوري الابطال. النسخه السابقه يمكن هو ما فاز بالدوري ولكن بدوري الابطال، ولكن استفاد من فوز الوداد المغربي بالفوز بالبطوله، وبالتالي الوداد هو المنظم او الدوله المغرب منظمه لبطوله كاس العالم، يشارك منها الفريق بطل الدوري، وبالتالي استطاع كهو ثاني الابطال انه يستطيع ان يفوز في يشارك في كاس العالم للانديه. نعم. بكل تاكيد قدم مستويات كبيره جدا، فاز على سياتل الامريكي 1-0 في لاعبين فلامينغو. نعم. تقدم على جاء اللعب مع ريال مدريد، خسر 4 أهداف، لكن قدم مستوى جيد، شفنا مستويات جيدة متميزة مثلا للاعب محمد مجد أفشة، وممكن ده مناسب لاعب خطير جدا يجيب عليه. هو متذبذب المستويات في السنوات الماضية يعني. نعم، لكن طبعا لاعب الأهلي المصري يعني خلاص بيكون يعني تتوقع منه أي حاجة، خلاص لاعب متذبذب، لكن ممكن يحدث الفارق في أي لحظة. يحدث الفارق في أي لحظة بكل تأكيد. حقق خسارة أمام الريال مدريد، هي ممكن تكون خسارة نحن ما بنقول مستحقة أو لكن متوقعة، ريال مدريد فريق كبير على المستوى الأوروبي، بطل دوري أبطال أوروبا، ما كنا متوقعين أصلا، ما كان في حسابات الكروية أنه الأهلي المصري يتفوق على ريال مدريد، وبالتالي أعتقد أنه هي كانت نتيجة طبيعية منطقية. نعم. هو تحدثت يعني منذ ذات الحلقة عن محترفي الهلال والمريخ، لكن ماذا عن اللاعب الوطني، مستويات اللاعبين خاصة تسجيلات الجدد بالنسبة للهلال والمريخ، وانتقال لاعب مثل الصيني المعروف اصلا متنقل بين انديه القمه، هل يمكن اللاعب المحلي يحدث فارق في هذه المجموعات؟ بكل تاكيد انا بالنسبه لي هو الفارق في اللاعب المحلي وليس في اللاعب الاجنبي في التسجيلات هلال المريخ، خصوصا في المريخ يعني. الهلال عنده لاعب محمد عبد الرحمن، لاعب كبير جدا، لاعب ذو قيمه فنيه عاليه على المستوى الافريقي وليس على المستوى المحلي ايضا، انا اعتقد انه سيلعب دور حاسم جدا. الصيني لاعب على المستوى الفني متميز لحد كبير جدا، ولكن ينقص بطبيعه الحال انضباط يمكن خارج الملعب وداخل الملعب، تسبب بمشاكل كبيره جدا لما كان في الهلال وقبل ان ينتقل في المريخ، وايضا لما انتقل للمريخ والان عائد للهلال، يحتاج الى انضباط، يجب ان يسعى يعني ضبط نفسه شوي عشان يقدم يقدر الهلال يستفيد منه، طالما الهلال منحه هذه الصيغة وعاد مرة أخرى إلى الصفوف. بالنسبة للمريخ هناك لاعب متميز جدا هو رمضان عجب، أنا أعتقد أنه ممكن يصنع فارق كبير جدا. جيزولي نوح واحد من الهدافين المتميزين على المستوى الأفريقي مع المنتخب وأيضا على المستوى المحلي. طب أواب، من وجهة نظرك البنغوس منتخباتنا في إن هي تشارك خارجيا على أعلى مستوى ممكن يكون شيء؟ وبكل تأكيد التخطيط الإداري، يعني إحنا مشكلتنا في الكرة السودانية عامة هي أولا الجانب الإداري، شفنا ما في تخطيط في الجانب الإداري على الإطلاق من جانب اتحاد الكرة، يعني بنشوف نحن متميز أو تفوق للأندية السودانية، ولكن على المستوى المنتخب نشوف في أداء ضعيف جدا، يعني على الرغم من أنه العناصر التي تميز في المريخ في الهلال هي أيضا العناصر التي تكون في المنتخب الوطني، ولكن ما في تخطيط بالمعنى السليم للمنتخب الوطني، ايضا ما في مراحل سنيه، احنا نشوف اللاعب الجيد هو الذي يبدا من المراحل الصفريه، يعني اكاديميات كره القدم، ناشئين، شباب، رديف، فريق، بعدين يتاهل للمنتخب الوطني، ما في عمليه بتاعه بناء، ما في عمليه بتاعه متابعه، تغييرات مستمره جدا على الاجهزه الاداريه والمستوى المستوى الاجهزه الفنيه، وبالتالي ده بيؤثر بكل تأكيد على أداء المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يحتاج إلى إعادة تقييم، إلى إعادة تروي ودراسة، يحتاج إلى نبدأ أولا من المراحل السنية، شفنا أنه الاتحاد السوداني مؤخرا أصدر قرار بعودة دوري الشباب، وده ممكن يساعد إلى حد ما في صعود نجوم مبرزين يضافوا إلى كلية المنتخب الوطني، وبالتالي تقديم أداء جيد ونتائج مرضية
في مع المنتخب الوطني. نعم. فواب اخيرا يعني في اشرت الى مساله الانضباط داخل الانديه تتعلق بانديه القمه الهلال المريخ. السؤال دائما عن دائره الكره. في السابق كنا بنسمع عن شخصيات تدير الكره تؤثر على اللاعبين، هناك مختصين في الجانب النفسي داخل أندية القمة، لكن في الآونة الأخيرة كثر الحديث والإشكال في هذه الناحية تحديدا، مسألة إدارة الكرة وضبط اللاعبين والتعامل معهم نفسيا. ماذا يحدث داخل أروقة الهلال والمريخ في العلاقة مع اللاعبين المحليين وحتى المحترفين؟ نعم زميل محمد، طبعا هذه مشكلة كبيرة على مستوى يعني المجتمع القريب جدا من الفريق دائرة الكرة. للأسف إدارات الأندية دائما بتلجأ للصديق أو المقرب لمنصب مدير الكرة، ومنصب حساس جدا لأنه هو رابط ما بين الجهاز الفني والجهاز الإداري. لكن في مستوى الهلال المريخ على مستوى الأندية بنشوفنا يعني نحن غريبين من الفرق، بنشوف إنه مدير الكرة دائما بيكون قريب للاعبين أقرب للصديق، وبالتالي بيكون هناك في تهاون من اللاعب، حتى المشاكل ما بترفع بالطريقة الصحيحة للجهاز الإداري ليتخذ القرار الإداري. في تجربة كانت في المريخ محترف في منصب دائرة الكرة كان المصري عماد النحاس، ولكن لم يستطع أن يكمل فترته، كان هناك جاي من دوري محترم الدوري المصري، ولكن تفاجأ بالبيئة المحيطة باللاعبين بالأندية. يعني هو يفرض قرارات على اللاعبين ولكن الإدارة بتكسر له القرارات بتاعته، بالتالي ما استطاع أن يستمر. لازم إذا أرادت الأندية أن تفرض انضباط كبير جدا يجب أن يكون مدير الكرة حازم وحاسم، وأيضا لديه علاقة، نحن ما نقول علاقة قريبة صداقة، ولكن بينية ما بين الإدارة وبين اللاعبين حتى يستطيع أن يغطي على كافة الجوانب. نعم. كل الأمنيات بالتوفيق للهلال والمريخ في دوري أبطال أفريقيا. شكرا لك أستاذ أواب، نورتنا. أشكرك، إن شاء الله نحقق نتائج إيجابية بإذن الله تعالى. إن شاء الله. شكرا زميل أواب محمد الصحفي والناقد الرياضي، سعيدين بك ونشكر كل الذين تابعونا. فاصل ومن ثم نواصل.